وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. أهلا بك يا فندم. نعم سيادة السفير، تابعنا منذ لحظات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الزامبية، ونتحدث هنا عن جولة لمنطقة جنوب أفريقية لم يزورها أي رئيس مصري من قبل. تابعنا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنغولا وهو يصل إلى زامبيا ثم تبقى محطة ثالثة. أهمية هذه الجولة الأفريقية بشكل عام بداية. أولا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنغولا واللي بدأت أمس، وزيارة سيادته لزامبيا واللي بدأت اليوم للاشتراك في القمة الـ 22 للكوميسا، وزيارة السيد الرئيس لموزمبيق بعد زامبيا بتدخل في إطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات. واحنا نتذكر جميعا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى مسؤوليه الحكم في يونيو 2014 وسيادته بيعطي اولويه كبرى لتدعيم وتعزيز علاقات مصر الافريقيه في السياسه الخارجيه المصريه. ده من جانب. من جانب ثاني كلنا نعلم انه تقديرا لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه من اجل تحقيق السلام والامن والاستقرار في القاره الافريقيه والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية أمام كافة المنتديات والمنظمات الدولية، ودعوة سيادته مؤسسات التمويل الدولية أو شركاء التنمية لتقديم القروض والتسهيلات والمساعدات للدول الإفريقية بشروط ميسرة. السيد الرئيس تولى نتيجة هذه الجهود وتقديرا من القارة الإفريقية لسيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019 ورئاسة الكوميسا في 23 نوفمبر 2021 خلال قمة الكوميسا التي انعقدت في مصر في نوفمبر 2023. وإحنا نتذكر خطة العمل الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس خلال قمة الكوميسا في مصر في نوفمبر 2021 واللي بتهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع 21 دولة. زيارة السيد الرئيس الإفريقية أو الجولة الإفريقية للسيد الرئيس بتهدف في المقام الأول إلى تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والعسكرية، هذا فضلا عن العمل على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب. وإحنا نعلم علم اليقين أن الإرهاب يضرب عدد من الدول الإفريقية، في مقدمة هذه الدول دول الساحل والصحراء ودولة موزمبيق اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيزورها بعد زيارة زامبيا إن شاء الله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص، وسيادته أكد مرارا وتكرارا على أن مصر على استعداد لتقديم المساعدات والخبرات المختلفة للأشقاء في القارة الإفريقية في كافة القطاعات وخاصة قطاعات التنمية العمرانية والبنية التحتية والطاقة. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهدف إلى تقديم الخبرات والمساعدات للدول الإفريقية من جانب، وزيادة فرص الاستثمار من جانب ثاني. ونقطة في منتهى الأهمية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص عليها وأكد عليها سيادته في المؤتمر الصحفي اليوم مع رئيس أنغولا على أن مصر لديها أكثر من 6000 شركة مصرية لديها من الخبرات المتميزة في كافة القطاعات التنمية العمرانية والبنية التحتية والطاقة والكهرباء، وأن هذه الشركات على استعداد لتقديم خبرتها للدول الإفريقية والعمل على تنفيذ المشروعات المختلفة في البنية التحتية والطاقة وغيرها في الدول الإفريقية. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على ما نطلق عليه بدبلوماسية التنمية الاقتصادية في كافة تحركات سيادته الخارجية وخلال لقاءات سيادته مع كافة زعماء الدول المختلفة. النهارده احنا قدام زيارة تاريخية بالمفهوم الواسع اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص خلال هذه الجولة على أن ترتقي العلاقات المصرية الإفريقية إلى مستوى متميز للغاية بعد غياب مصر عن الساحة الإفريقية بحوالي 20 سنة. من 95 ل 2014 مصر كانت غائبة عن الساحة الإفريقية، واعتبارا من 2014
عادت مصر بقوة إلى الساحة الإفريقية، وأصبح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على القيام بكافة الجهود من أجل إنهاء النزاعات في القارة الإفريقية ودعم التنمية الاقتصادية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية. نعم سيادة السفير، مصر من أكبر الدول المساهمة في تجمع الكوميسا من الناحية التجارية والاقتصادية بالتأكيد، يعني قمة هذه المرة تتحدث عن التكامل الاقتصادي أيضا، لكن في أطر جديدة متعلقة بالاستثمار الأخضر والقيمة المضافة وأيضا السياحة، يعني هذه المفاهيم الجديدة وفكرة الاهتمام بالبيئة والتحول الاقتصاد الأخضر، يعني كيف يمكن تفعيلها من خلال قمة الكوميسا هذه المرة، خاصة أن هذه القضية هي شغل الشاغل وركزت عليها مصر خلال قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ؟ يعني أولا بالنسبة لي يعني مصر استضافت قمة المناخ الأخيرة COP27، يعني ومصر تعطي أهمية كبرى لمكافحة التغيرات المناخية وبتعطي أولوية كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وبدأت مصر عدة مشاريع من أجل إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة في جمهورية مصر العربية، ومصر حريصة على تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الإفريقية في مجال الاقتصاد الأخضر. لكن حضرتك خليني أشير إلى أن مصر هي أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، وحيث أنها ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية. نعم. خلال عام 2020 ساهمت تجارة مصر البينية في الكوميسا بحوالي 2.7 مليار دولار، وده يعادل 60% من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية، واللي بيصل إلى حوالي 5 مليار دولار. مصر حريصة على تدعيم الكوميسا وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول الكوميسا، هذا فضلا عن اهتمامها بالعمل على دعم التنمية الاقتصادية بين دول القارة الافريقية. وده نتذكر ان منطقة التجارة الحرة الافريقية دخلت حيز التنفيذ خلال رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاتحاد الافريقي في عام 2019. نعم سيادة السفير، بالحديث عن اتفاقية التجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كيف يمكن تفعيل يعني هذه الاتفاقية بشكل كامل أيضا، الدور المصري في ذلك، خاصة مع اهتمام مصر كما ذكرت البنية التحتية وبتنمية وازدهار حركة التجارة البينية بين دول القارة والسعي لتطوير الطرق مثل طريق القاهرة كيب تاون؟ يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حريص كل الحرص وبيولي اهميه كبيره للنهضه التنميه الاقتصاديه في القاره الافريقيه. واحنا نتذكر ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه مشاركات سيادته في المنتديات والمنظمات الدوليه وزيارات سيادته الخارجيه اكد سيادته على دعوه شركاء التنميه للاستثمار في البنية التحتية في القارة الإفريقية، ده من جانب، وتقديم التسهيلات اللازمة وبشروط ميسرة بالنسبة للتسهيلات المالية للقارة الإفريقية. عندما ننجح في النهوض بالبنية التحتية في القارة الإفريقية ويتم تحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، أنا شايف أن دي سوف يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، ويرتقي هذا التكامل الاقتصادي والتجاري إلى المستوى المأمول اللي احنا بنتطلع إليه، ويعكس العلاقات السياسية المتميزة بين الدول الإفريقية. شكرا جزيلا لك سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق.